كان جات الفلوس بالحق وسخ الدنيا الكريف. حبوا شيري مش في دينا بربي زيدوا قبطوا علينا. يا مدير يا غفاص ما نحبوش سناسيس. يا مدير يا غفاص ما نحبوش سناسيس. نعرف فهمكم وحاشم منكم وحاس بمعاناتكم، اما لا غالب مش تعمل الشركه نتاعنا ناجحه برشا صح ولا وما نعرفوش على طرف خلينا وين، ونعرف زاده اللي البروميه تخف هذاك علاش باليوم انا قررت سي فوزي يزينا من الكلام نحبوا الفعل احنا ومطلبنا الرئيسي واضح، ما عادش نحبوا تصب لنا فلوس في الكونت، ما عادش نحبوا الكونت فاضي يا اخي. نعرف الكونت فاضي ونعرف خلصته ياسر، هذاك علاش انا قررت من اليوم الثلاثه شهور جايين ها ما همش خالصين من عندي. كل شهر تعاود لنا فيها اللغه ذي يزينا يا سي فوزي، وحاجه اخرى نذكرك بها راه مش من حقك تصب لنا على السويع الزايده، ما عادش تصب لنا سويع زايد. لا للبريمات لا للبريمات لا للبريمات لا للبريمات. يعيشكم البريم ليه ما نجمش ما نخلصكمش. يا اخي نسيتوا قداش عملت معاكم باهي، قلبتكم شويه انا، قدمتكم شويه، ظلمتكم شويه، ربي يهديك. ما نقعد بالصباع ولا تعرفش عيطولي ولا مش عيطولي، فوزي المخلص عيطولي، تقلبتكم برشا انا قبل عليها نسيتوا عليها. صحيح حجبه والله كلامه صحيح، يا اخي نسيتوا قداش قلبنا من مره، تغزروا له مسكين، يراوغني باش يموت. فوزي باش يموت، فوزي يا قلاب، فوزي يا قلاب، فوزي يا قلاب. فوزي يرحم والديك يا سي فوزي، بجاه ربي يزيد قلبنا يا سي فوزي بجاه رب. هاي نمشوا نخدموا على رواح، هاي نمشوا نخدموا على رواح. اسمعني انت جاوك باهي، ماكش خالص حياتك كامل باهي برشا نحبك انت، هاي قدامك انت جاوك باهي. البوليس باهي حبي باهي، خلينا نخدم على روحي باش من بعد نجموا نعملوا قهوه. سلام سلام نسلمك ورق ورق سيارة. اي ما عرفش على روحي وين حطيته طريقة برك، ظهر لي ما لقيتهم سيد العون نسيتهم سامحك. ما لقيتهمش مانيش ظالمك معناها. اهبط. تعرف شو معناتها ناسي ورق في الدار؟ لا ما نعرفش سيد العون. معناتها الكهرباء باش نزلوها الفوريير. معليه سيد العون ثماش كي حاجة كي حل يرضي الطرفين. حل يرضي الطرفين، تروح نحطوها في الفوريير البرا. ترى صالح نعملوه سيد العون. هي حرك روحك تحلحس. على ما نقدر على ما نقدر سيد العون. شدك. ابتديك ابتديك لو ديك. شو ايش انا ايش انا؟ زاد 13 خلينا نكملوه. هيك ربي يعينك سيد العون. وصل هاي وصل وصل. كازا دي بابيل. الورث سيدي كما تعرف اليوم الأربعين متاع بي الله يرحمه، هذاك علاش انا لميتكم باش نقسموا الورث. اش بيكم مشيتوا؟ هرجعوا هنا هرجعوا خلينا نفهم رواحنا، رانا ما نعرفوش طرف خلينا فيه. ما تقوليش خلالي حتى انا ورث. ربي سامحك يا بي. اخي هو اش خلى ورث؟ قول اش ما خلاش، خلانا الخير والبركه. اي سيدي شدوا عندكم سنين الزيتون وسيلون القمح والفيرما الفوقاني. زيد تقول لي عاد خلينا هنشير. الهنشير هذاك ما موجود من قبل، وكما تعرفوا وقت اللي انتوما شيخين تتفرهدوا اللي في السياحه في السياحه واللي في دار نسابه دار نسابه واللي نهار كامل تشتح ودردح في العروسات، نهز حمل بابا على ظهري يا ضيا تعبت وشقي تعبت وشقي. هذاك علاش خلى لي اقل واحد. ما تبدوش تخزروا لي كاك، الورقة هي اللي تحكي وتقول كل شيء، وبابا هو كلمته اللي تمشي هكا ولا لا؟ هاي سيدي شدوا عندكم كري
عندك سيلون القمح، جمال جمولة، عندك سنية الزيتون، وكما تعرفوا القانون شي يقول هو للذكري حق الأنثيين. هذاك علاش زينب وخيتي خلالك الفيرما والهنشير. يا أخي أنت شنو قاعد لك؟ نقعد لي الكلب. أخي شبيه الكلب ما يضحيش؟ إدليلك ملك. المتسابق متاعنا بقالوا ثلاثة مبالغ مهمة وهي 500 مليون مليار وشب. دونك نشوفوا مع بعضنا صندوق كريستيانو قداش فيه؟ شكون في العدد؟ هذا كريستيانو تفهموا فهم بعض. اوكي دونك نشوفوا مع بعضنا الصندوق. مالوغوزمون المتسابق متاعنا باش يتخلى على مبلغ نهائيا والى الابد 5 مليار. وي الو وسي البنكاج. فهمتك. ربي يتولي. البنكاجي اقترح عليك تغيير الصندوق وقال لك زادا كان تحب تعرف. لا نحب نعرف ونتاكد اللي فما هنا كان الشاب وهذاك علاش نرفض تغيير الصندوق سي الكافي. يرفض سي الكافي. دونك انت زادا كان عندك ثقه في رقم الحظ نتاعو تنجم تبعث اس ام اس على 75 80 70 70 ونشوفوا الصندوق مع بعضنا. فهمت. في العاده عندك الزهر ولا لا؟ سبا مش ديما الحق. سبا مش ديما. هذاك علاش باش تربح معانا مبلغ قيمته 500 مليون. 500 مليون دوزي لحبايبك. حتى لو كان فما شكون انا واحد مليار. هي لعبه. للاسف المتسابق نتاع ليله ربح 500 مليون. نتقابلوا الحلقه الجايه. باي باي.